يعيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يعيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يعيد يا هدية من ربنا الخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. الأخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم بعد رمضان وفي شهر شوال، ونحن نعيش فرحة العيد، وقد خرجنا من هذا الشهر بعد صيام دام 30 يوما، وبعد أن عشنا جميعا في مدرسة رمضان، ها نحن نستقبل شوال. فيا من تعبد الله في رمضان ثم سترجع إلى ما كنت عليه قبل رمضان، نقول لك إن من تعبده في رمضان هو رب الشهور كلها، إنه رب رمضان وشوال وشعبان وذي الحجة وذي القعدة وغيرها من الشهور. فيا من عبدت الله في رمضان وأقبلت عليه بالصلاة والصيام وقراءة القرآن والإنفاق في سبيل الله وغيرها من أعمال الخير، نقول لك وندعوك للاستمرار على هذا الخير الذي جربته في رمضان، فاستمر واثبت على ما أعطاك الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. إن شهر رمضان مدرسة نتعلم منها الصيام، ونتعلم منها القيامة والصلاة وقراءة القرآن والعطف على المساكين وقضاء حاجات الناس. مدرسة عظيمة، لكنها كثير من الناس لا يستفيد منها، فإذا انتهى رمضان انتهى كل شيء، انتهت تلك الصلوات النوافل، وانتهى الصيام، وانتهى قراءة القرآن، وانتهى الإنفاق، وانتهى غيرها من الأعمال الصالحة بدخول العيد. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، لا تكونوا رمضانيين، ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بأن تستمروا على طاعة الله عز وجل التي ذقتم حلاوتها في هذا الشهر الكريم. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، تذكروا قول عائشة الصديقة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال أو أدومها أو أحب الأعمال إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. فالمداومة على العمل القليل خير وأحب إلى الله من عمل كثير منقطع أو متقطع. فحاول أخي المسلم وأختي المسلمة أن تحافظ على ركعتين بعد صلاة العشاء حتى تلقى الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قد جربت قيام الليل واصطفت رجلاك وقمت تناجي مولاك عز وجل وذقت حلاوة المناجاة وتمريغ الجبهة، وأنت تمرغ جبهتك في التراب تسأل الله عز وجل من فضله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا فيه بالدعاء. لقد جربت تلك الركعات في جوف الليل وفي الأسحار وأنت تناجي مولاك، فلا تنقطع عن ذلك الزاد، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا من حافظت على الصلاة المفروضة في رمضان، فكيف سيكون حالك بعد رمضان؟ هل ستستمر في المحافظة على الصلوات المكتوبة في بيوت الله حيث ينادى بها؟ هل ستستمر على المداومة على صلاة الفجر والعشاء في جماعة؟ هل ستستمر على المحافظة على ركعات الرواتب التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة لله في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. فلا تقف ولا تنتكس ولا ترتد على أدبارك فتخسر. إن من علامات قبول شهر رمضان ومن علامات قبول الطاعة أن تستمر على الطاعة، وأن توفق ويوفقك الله عز وجل لطاعة مثلها أو أحسن منها، فإن الطاعة تجر إلى الطاعة والمعصية تجر إلى المعصية. فحاول أخي المسلم أن تعيش مع الله عز وجل بعد رمضان مع كتابه، تتلو
كتابه وتتأمل وتتدبر في هذا القرآن كما عشته، كما عشت تلك الأيام في رمضان مع كتاب الله سبحانه وتعالى. اقرأ القرآن في شهر. قال عبد الله بن عمر: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20. قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 10. قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 7. قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 3 ولا يفقه القرآن أحد قرأه في أقل من 3. فيا عبد الله، لا تنسى أن يكون لك حظ من القرآن. استمر على ختم كتاب الله ولو مرة في الشهر. استمر على صيام أيام النوافل، ونحن نعيش في شوال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فلا تحرم نفسك هذا الخير، فتعرض لنفحات الله في دهره، فتعرض إلى الأوقات التي رغب الشارع في صيامها وأداء العبادة فيها، كصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء وصيام ست من شوال وصيام الاثنين والخميس وغيرها من الأيام. فصيام يوم في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله صرف الله النار عن وجهه 70 خريفا يوم القيامة. فيا عبد الله، لا تترك الصيام، لا تترك قراءة القرآن، لا تترك الصلوات في المسجد، لا تترك النوافل، فقد عشت وتعلمت من هذا الشهر ومن هذه المدرسة العظيمة تلك العبادات التي كنت من الصعب أن توديها قبل رمضان، وها قد وفقك الله سبحانه وتعالى وأن عشتها وذقتها وذقت حلاوتها. فلا تتركها ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فلا ترتد على أدبارك ولا تترك تلك العبادات، فإن الله عز وجل يحفظك بتلك العبادة ويوفقك لعبادة غيرها وأفضل منها. طالما أنت استمريت وثبتت على تلك العبادات التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن نتعود عليها في رمضان، عندما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رسالة أخرى إلى إخوتي الذين عزموا أن يتركوا المعاصي في رمضان، فنقول لهم: إن رب رمضان هو رب باقي الشهور، فلا تعصي الله في غير رمضان، فلا تعصي الله في غير رمضان، وإذا جاء رمضان أقلعت عن المعصية، وإذا ذهب رمضان عزمت على العودة إلى المعاصي، فتلك توبة كاذبة لا يقبلها الله منك. فاحرص أخي المذنب على أن تستمر توبتك، وأن يستمر عزمك على أن تتخلص من تلك المعاصي حتى بعد رمضان. إخوة المشاهدين والمشاهدات، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. يا هدية ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا هدية ربنا الخلاق، يا هدية ربنا الخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي التائب، يا من تاب الله عليك في هذا الشهر الكريم وأقلعت عن المعصية، تركت التدخين وتركت المسكرات وتركت الحشيش وتركت غيرها من المعاصي والآثام، أثبت ثبتك الله بعد رمضان، أثبت على طاعة الله وابتعد عن معصية الله، فإن الله سبحانه وتعالى وعد عباده الذين صدقوا بأن يكون معهم. فإنك إن ثبتت في هذه الدنيا وثبتت على الاستقامة ثبتك الله يوم القيامة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فيا من جربت الطاعة وابتعدت عن المعصية، أقول لك: اعزم واصدق القول مع الله
ألا تعود إلى تلك المعصية، واسأل الله ومرق وجهك في التراب، وادعو الله عز وجل أن يثبتك حتى تلقاه وأن يبعدك عن هذه المعاصي. لا تحتاج إلى كثير من العمل، إنما تحتاج إلى نية صادقة، إلى عزيمة، وتحتاج إلى عزيمة وإرادة قوية أن تبتعد عن تلك المعصية وأن تترك تلك المعاصي وتلك الليالي التي عصيت فيها الله عز وجل وظاهرته فيها بالمعاصي. إنك اليوم وقد خرجت من رمضان وقد ذقت حلاوة الإيمان وقد ذقت حلاوة الصيام وابتعدت عن معصية الرحمن، فلا ترتد على أعقابك، واثبت واكمل المشوار وداوم على طاعة الله عز وجل، وارتاد المساجد، حافظ على صلاتك مع المؤمنين في المساجد، حاول أن تغير من حولك إذا كانوا هم سببا للمعصية، ابتعد عن أصحاب السوء، فالصاحب ساحب كما قيل. فإذا أردت أن يمن الله عليك وتستمر، فعليك أن تنظر في حالك، وعليك أن تنظر من هو حولك ومن هو يصادقك. فقل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. فلعل هذه المعاصي بسبب المحيط الذي نعيشه، فقد عشت في رمضان وعندما ارتدت المساجد وجربت الصيام وصاحبت الأخيار، رأيت كيف حالك تغير، رأيت كيف أنك قريب من الله عز وجل. فنقول لكل من ضاق حلاوة رمضان وضاق التوبة إلى الله عز وجل أن يستمر في هذا الطريق، ولا يرتد على أدباره، ولا يرتد على الأعمال التي قدمها في هذا الشهر الكريم. كذلك رسالة إلى يا من كنت تتعبين في المطبخ، وكنت تحضرين وجبة العشاء لأسرتك وزوجك، هل ستعودي إلى ما قبل رمضان أو تستمري في إرضاء زوجك وإرضاء أسرتك وأن تهتمي بأسرتك كما هو في رمضان؟ نرى كثير من الزوجات وكثير من الفتيات يقمن الموائد الحسان ويهتمن برمضان، فإذا ذهب رمضان أصبح المطبخ مكفهرا، وأصبح الاهتمام بالأسرة قليلا. فهذا الشهر يعودنا على النظام، يعودنا على الاهتمام. فكوني أيتها الزوجة وأيتها البنت مخلصة في عملك، واستمري في آداء واجباتك، وأن توفر الجو الملائم للأسرة، سواء كان في المطعم أو المشرب أو المنام أو غيرها من أمور البيت. كذلك رسالة إلى من كان يدعو في رمضان ويدعو الله عز وجل ويبتهل إليه بأن يغير حالنا وأن يرحم حال الأمة الضعيفة المجروحة، أن يستمر في الدعاء لله، وأن لا نفقد الأمل في الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال، وأن نستمر بالدعاء ولا نقف عن الدعاء. فكثير من الناس يدعو الله في رمضان لأننا نعتبر كأنه فرصة للدعاء، فإذا انتهى رمضان وقفنا على الدعاء والابتهال إلى الله واللجوء إلى الله بأن يصلح حالنا ويغير حالنا من حال إلى أحسن حال. فاستمر أخي في الدعاء إلى الله، واستمر بمناجاة الله أن يفرج كرب المكروبين، وأن ينفس هم المهمومين، وأن ينقذ هذه الأمة الجريحة، وأن يحسن حالنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن ينصر الحق وأهله ويذل الشرك وأهله، وأن يجعل هذا الشهر شهر رمضان الفائت شهر عزة وتمكين ونصر للإسلام والمسلمين في كل ربوع الأرض. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده ولطفه، لعل دعوة صالحة خرجت من قلب مطمئن بالله عز وجل، من قلب منكسر ضعيف لله عز وجل، فقال الله عز وجل والله لأنصرنك ولو بعد حين. فنسأله سبحانه وتعالى
أن يمن علينا بكرمه وجوده ولطفه أن يصلح حال هذه الأمة، وأن نرى هذه السنة وأنها سنة خير وبركة علينا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن نبتهل إليه عز وجل بأن يصلح حالنا، فإن القلوب بيد الله عز وجل، فإنه هو القوي، فإنه هو الخافض، فإنه هو الرافع، فإنه هو المحيي، هو المميت، هو المعز، هو المذل، هو القاهر، بيده ملكوت كل شيء، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما علينا إلا أن ندعوه ونبتهل إليه وننكسر بين يديه وندعوه مخبتين منيبين إليه بأن يصلح حالنا وأن يغير حالنا وأن نغير ما بأنفسنا قبل أن نطلب من الله عز وجل أن يغير ما بحالنا، كما قال عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلينا أن نتقرب إلى الله ونرجع إلى الله قبل أن نطلب من الله عز وجل أن يغير حالنا وأن يرحمنا وأن ينصرنا على أعدائنا. فكما نريد منه عز وجل أن ينصرنا، فعلينا أن ننصر الله عز وجل قبل ذلك، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن أسباب النصر، من مظاهر النصر، أن نستمر على طاعة الله التي تعودناها في هذا الشهر الكريم، وأن نثبت على هذا الطريق، ونستمر في الاجتهاد في العبادة والرجوع إلى الله، وأن نجعل حياتنا كلها وفق شرع الله عز وجل. فإذا فعلنا ذلك فإن الله لا يصعب عليه أن يغير هذا الحال، وأن يرد علينا المكائد، وأن يمحق الكافرين، وأن يرد علينا كيد الكائدين. فإن الله عز وجل بالإجابة قدير، وأنه على كل شيء قدير، فلله جند السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عنده، ومن من شيء إلا آخذ بناصيته، إن ربي لطيف خبير. نسأله عز وجل في هذه الأيام، أيام العيد، أن يجعل هذا العيد عيدا على الأمة الإسلامية فرحا وسرورا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في سوريا وفي العراق وفي كل مكان، إنه جواد كريم وبالإجابة قدير، وأنه على ذلك لقدير. نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يعيننا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق.